كتشوفوا يلا خرجنا من الاجتماع يلا خرجنا من الاجتماع دابا ما كاينش شي نتيجة. مهم اللي كاين هو ان السلطات والحمد لله السلطات وحضور السلطة وحضور المكتب النقابي والمكتب الاقليمي والمجلس البلدي. المهم حنا كنشكروا السلطة لحقاش حاولت على انها تخرج بواحد الحل اللي هو ايجابي لهاد العمال هادو. دابا راه الصراحة داز الاجتماع بدون حضور ممثلي الشركة. راه دابا ان شاء الله تأجل الاجتماع لاستدعاء الطرف الثالث على هو الشركة باش يعني يكون واضح فيما يخص المطالب ديال العمال. المهم على عين داز الاجتماع ايجابي الحمد لله، استبشرنا خيرا منه ان شاء الله باذن الله مباشره ان شاء الله الاجتماع اللي جاي ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نلقاو حلول اللي هي جذريه للعمال ان شاء الله والمطالب ديالهم. هذا هو اللي كاين وكنشكركم وشكرا بزاف.